ضمن الأسماء المتميزة في ساحة التدريب المصرية التي غابت عن بدايات الموسم الحالي للدوري يبرز اسم عبد الحميد بسيوني، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها كمدير فني في السنوات الأخيرة. بسيوني الذي يكمل عامه 51 الشهر المقبل بدأ الموسم الماضي كمدير فني لغزل المحلة وحقق معه نتائج طيبة، ثم رحل إلى سموحة في مايو وأنهى معه الدوري في المركز السادس برصيد 47 نقطة، كما تأهل لنصف نهائي كأس مصر قبل أن توجه له إدارة النادي الشكر رغم هذه النجاحات. المهاجم المتميز لأندية كفر الشيخ والزمالك والإسماعيلي وحرس الحدود والمنتخب الوطني في فترة التسعينيات وبداية الألفية سجل اسمه في قائمة المدربين الكبار الذين تمكنوا من إحراز ألقاب على حساب القطبين عندما قاد طلائع الجيش للفوز بكأس السوبر المصري في سبتمبر 2021 بعد تغلبه على الأهلي بركلات الترجيح. عن أسباب ابتعاده عن الساحة هذا الموسم، وهل هو اختياري أم إجباري؟ كيف يرى المنافسة على الدوري هذا الموسم سواء في القمة أو القاع؟ ماذا عن توقعاته لمباراة الأهلي القادمة مع سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي مونديال الأندية بعد العرض الرائع والثلاثية البديعة أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور الأول؟ عبد الحميد بسيوني يجيب على هذه التساؤلات وغيرها خلال حواره مع شوبير في ملعب أون تايم. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين، برحب بضيف ضيفكم صديقي وصديق الجميع الحقيقه كابتن عبد الحميد بسيوني. مساء الفل يا كابتن بسيوني. مساء الورد يا كابتن احمد، سعيد جدا جدا بوجود مع حضرتك دايما يا كابتن احمد، واتمنى لك كل التوفيق. ايه طعم الشكه ده يا كابتن؟ عشان بس جاي لك. لا 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 100 ده واضح انها كمان نوبي يعني ما شاء الله. اه يا كابتن اول طلع مع حضرتك. منور يا كابتن ومشرف يعني. طيب قبل ما ابدا في القضايا اللي موجوده في الساحه لازم اسالك، اين عبد الحميد بسيوني؟ عبد الحميد بسيوني في البيت يا كابتن، قاعد بشتغل وبراجع مع نفسي، وخدت كاس عالم اتعلمت منها وقعدت ادرسها واحفظها طبعا يا كابتن. ولان التدريب تعرف علم يا كابتن، كل يوم فيه جديد، فالفتره دي ما عشان ما افقدش كل اللي راح واللي اتبنى فشغال اول باول مع نفسي يعني. بتزعل لما بتقعد فتره طويله ما بتشتغلش في التدريب، خاصه انه سيبك مصدر رزق لكن متعتك كمان. شوف يا كابتن، احنا مش واخدينها كمصدر رزق بخلاف ان احنا يعني شطار وموهوبين فيها. نعم. وبنحبها. يعني مثلا يا كابتن اتعلمنا واتصرف علينا كتير جدا عشان نبقى مديرين فنيين. نعم. ولما اتصرف عليا اتصرف عليا عشان ما بقاش كادر تدريبي حتى للانديه فقط، لا ده للمنتخبات كمان يا كابتن. فبيصعب عليا مثلا ان انا مثلا تبقى انت واحد من الكفاءات اللي موجوده الناس بتشهد بيها وانتجت على الارض. ده صحيح. وتيجي يا كابتن تلاقي مثلا مدربين كل الاحترام والتقدير ليهم اخواتي واصحابي وفوق راسي، النتائج سلبيه هنا، وفي نفس الوقت اروح في اماكن اخرى هنا واروح اماكن هنا. طب ايه المعايير اللي بتحكمك في اختيارك لمديرك الفني؟ ده انا مش عارفها، في اوقات كتيره بقعد اتساءل انت على اي اساس وعلى اي بتبني اختياراتك؟ هل انت مثلا طيب عموما كل واحد بيبني اختياراته طبقا لقناعاته، لكن انا يعني افتش معاك تاني في ملفك، ملف عبد الحميد بسيوني كمدرب، يعني حرس الحدود يا كابتن، طلائع الجيش، دي يعني الفتره الذهبيه، وغزل المحله وكنت ماشي كويس جدا، ثم سموحه ومرباط العمان. بنتكلم على الدوري المصري يعني. انا كنت في عمان من فتره، والناس الحقيقه يعني بيتذكروك بكل خير وبكل احترام، لكن خلينا ناخد من اخر محطه، محطه سموحه. قيمت فتره عملك فيها ازاي؟ شوف يا كابتن، دايما انا يمكن بقعد مع حضرتك كتير دايما واقول لحضرتك دايما الارقام هي اللغه اللي ما بتجاملنيش وما بتجاملش غيري. انا اشتغلت مع سموحه في 20 مباراه، انا فزت 9 مباريات، اتعادلت في 6 مباريات وخسرت 5 مباريات. وصلت بسموحه، خاتم مع سموحه في عز كسبت الاهلي
كسبت الاهلي وكسبت نعم. الاتحاد خمسه وكسبت نعم. المصري وحققت نتائج كبيره نعم. في كاس مصر كسبت سته كفر الشيخ كسبت اثنين السويس وصلت سموحه قبل النهائي نعم. كان اتفاقي مع مجلس الاداره حاجتين يا كابتن ان انا احقق مركز يا خامس يا سادس ايوه واوصل قبل نهائي كاس مصر اللي كويس. هو كان اخر حاجه في الموسم يعني كويس والاثنين الحمد لله والشكر لله انهيت سادس ووصلت لقبل النهائي نعم وفي ظل يا كابتن كان عندي عدد لعيبه كتير جدا في نهايه الموسم الفتره الاخيره كانوا مضوا في انديه اخرى وخدوا مستحقاتهم اللي هي مقدمات العقود وبداوا بعد كده يعني ما فيش منهم حد بلاقيه معايا في لعيبه اتقطعت اصلا زي صديق وجول اخر ست ماتشات بس غريبه رجع تاني ما هو في الفتره اللي انا موجود فيها قطع ست مباريات الاخرى كاملين ما جاش لعيب مهم بالظبط يعني وغيره يا كابتن فانا بحكي لك ان انت الهدف انت حققته ايوه واثناء ما انا شغال تم التجديد ليا ولمستقبل كنت طلعت قبلها بيومين قلت انه خلاص الكابتن عبد الحميد عقده انتهى وهم اعلنوا التجديد ساعتها وانا قلت ان ده انا بقوله هو الصح وبالفعل اللي انا قلته هو تمام الصح يعني. نعم. ما هو انت ما بتعرفش احنا ما بنعرفش بقى يا كابتن اللي بيدور في ظهرنا صحيح انما انا بتكلم على الارض التجربه الاهداف اللي انت اتطلبت منك كمدير فني اتحققت نعم فطالما لدرجه يا كابتن واحنا قاعدين لما مره بيقولوا لي احنا بنحلم ان احنا نحقق بطوله لنادي سموح نعم قلت لهم انا اجيب لك كاس مصر لغايه عندك في سموح كاس مصر فحتى واحد من اعضاء مجلس الاداره اللي انا بكن لهم كل الاحترام والتقدير يعني قال لي ده انا اعمل لك تمثال في النادي نعم قلت له طب ان شاء الله باذن الله تعمل لي تمثال في النادي والحمد لله وصلت لقبل النهائي وجي في اخر المباراه تاني يوم قعدت مع رئيس النادي اخر مباراه كانت مع مين في الدوري اخر مباراه كانت مع فاركو وتعادلنا وقبلها كانت المقصه وكسبنا وقبل منهم كانت البنك وتعادلت كنت متقدم واحد اسمه سيراميكا كنت متقدم واحد وتعادلوا معانا فانا قصدي من الكلام ايه ان خلاص احنا بنتكلم في لعيبة بقى هنعمل فرقة كويسة من الموسم الجديد وكده فاتبلغت تاني يوم ان انا ايه ان انا ماشي ومفيش مشكلة عندي ومشيت عادي ومفيش اي مشكلة لان برضو كل ده حق اصيل بس كان صدمة بالنسبة لك طبعا طبعا لان انت مجدد معايا طب انت ليه جددت معايا ايوه يعني جددت ومضيت مضيت والعقد وخدت مقدم عقد كمان يعني خدت مقدم العقد بتاعي ومشيت خدت بقى الحضرتك هل نادم ان انت سبت غزل المحله عملت شعبيه كبيره جدا اكمل بص يا كابتن اكمل بس سؤال عملت شعبيه كبيره جدا جدا والناس اللي التفت حواليك وعملت نتائج اكتر من رائعه ويعني زي ما بيقولوا كده بلغتنا الفلاحي جيران يعني جارنا المحله وكفر الشيخ وطنطا كله يعتبر واحد يعني وكانت الجماهير حباك جدا طريقه خروجك المفاجاه غضب المحله كاداره وجماهير ما حسيتش في لحظة بندم انه لا كان لازم اكمل مسيرتي رغم ان انا عارف الفارق الكبير في الراتب بين هنا وهناك طب يا كابتن هكلمك بمنتهى الامان طب اولا يا كابتن انا كنت سعيد جدا جدا بوجودي في غزل المحلة لانه النادي من الاندية وانا صغير بشجعها الجماهير مش بتحبني بس الفترة دي لا لغاية الوقت ده بتحبني كويس. مقابلتهم ليا في مباراة سموحة في المحلة أكبر دليل إن كل جماهير المحلة كويس. بتحبني نعم. قابلوني مقابلة يا كابتن من ساعة ما حطيت رجلي في المحلة لغاية ما مشيت من المحلة وجماهير المحلة كلها حواليا طيب السؤال أنا عشان وقتنا بس ضيق معلش بسرعة يا كابتن هحكيها أنا مشيت يا كابتن لما يقل منك أنا عمري في حياتي ما أقبل يا كابتن أحمد إن يقل مني أو حد يقلني والكلام ده يا كابتن الناس الحمد لله في المحلة عرفته ومتيقنة من صدق حديثي ومن كلامي لما أجي أربع شهور يا كابتن بقبض عندك مرتب وباجي في الشهر الخامس بتخصم لي مرتبي بتخصم من مرتبي جزء وتقول لي أصل الضرائب زادت عليا طب ما أنا بيني وبينك عقد ده صحيح لما تيجي باخد مكافآتي منك بخصم 10% وتديهاني ب 25% واللي أنا بتاخدها ب 10% طب ما أنا في عقد بيني وبينك ولما العقد يخلص هاتني فأنا حسيت إن أنت بتقل مني وبتقل من جهازي وبتخلي شكلي قدام جهازي مش كويس علشان حسن النية عندي اديتهم الشيك واديتهم المكافآت وقلت لهم عدلوهم عدلوهم ده حسن نية مني يا كابتن إن أنا بقول لك عدلوهمش. ما انا مشيت ما خدتش حاجه اصلا وما خدتش الفلوس دي تاني بس خصمت من الشرط الجزائي من الشرط الجزائي لا مش المرتب خصمت المكافآت بتاعتي اللي هي حقي من الايه من الشرط الجزائي ومشيت لان انت هنا قلت مني وانا قلت لهم في اجتماع مجلس اداره
انا قصاد كرامتي مفيش حاجه قصادها. انا بحبكم وبحب كل ما ينتمي للمحله، انما كرامتي برضو انا انسان ما عنديش محلتيش غيرها اصلا. نعم. وانا ما مستعد اخسر اي حاجه مقابل ان انت تعاملني كويس وتحترمني. نعم. ادي يا كابتن الاسباب اللي خلتني غزل المحل غزل. انما ماشي من عندهم هم بيحبوني في مركز سابع وقبل نهائي كاس الرابطه يعني. وايه بقى وكمان اداء يا كابتن كان ولا كان اروع. أداء كان هاي فغزل يعني. المحله وجماهيره عارفه اللي لهم عندي، وعشان كده يا كابتن بقابلهم في كل مكان بلقى منهم كل الحب والتقدير. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هتكلم كتير، هتكلم على الاهلي وسياده الامريكي وتعليق كابتن عبد الحميد بسوني على مباراه الاهلي السابقه امام اوكلاند وايضا تجربته مع طلائع الجيش لانها من اهم التجارب في حياته. اهلا بحضراتكم من جديد. هستاذنك هاجل طلائع الجيش لانه الرسائل كتيره جدا، عشان انت راجل محترم ومحلل جيد يعني. فالناس بتتكلم على الاهلي وسياتل. سياتل فاز على بطل المكسيك في المباراه النهائيه، تعادل معاه في المكسيك 2-2 وفاز عليه في لقاء العوده 3-0. وانت عارف الفرق المكسيكيه فرق قويه جدا وعندها كتير من اللعيبه المحترفين. غير كان معانا كابتن زكي عبد الفتاح وعدد مزايا فريق سياتل واللعيبه المحترفين والمدرب اللي بقاله اكتر من 6 سنوات مع الفرقه. من هنا جماهير النادي الاهلي برضو عندها نوع من انواع القلق. عندها ثقه كبيره جدا في فرقتها، لكنها برضو عايزه يعني تعرف تحليل من حضرتك للمباراه، شكل المباراه ممكن يبقى عامل ازاي، ايه الصعوبات اللي ممكن تواجه النادي الاهلي، وايه اللي ممكن يخلي النادي الاهلي يسهل المباراه على نفسه. شوف يا كابتن، يمكن النادي الاهلي طبعا مع تقليقك على مباراه اوكلاند يعني. طبعا يا كابتن انا ببارك للنادي الاهلي فوزه بالثلاثيه على اوكلاند، وعمل مباراه النادي الاهلي ولا اروع مباراه. حتى الاهداف اللي جات يا كابتن كلها كانت اهداف فيها جماعيه في الاداء وشغل كويس قوي اتعمل. فالاهلي قدم مباراه كبيره جدا. اهم ما بيميز النادي الاهلي يا كابتن الثلاثه بتوع قلب الملعب مميزين جدا جدا جدا. سواء كان عمرو السوليه او اليو ديانج او حمدي فتحي، التلاتة دول يا كابتن قلب ملعب النادي الأهلي. بيدي أمان واطمئنان بالنسبة للخط الخلفي، وكمان النوم الاتنين كمان بيقدموا أدوار هجومية مع الثلاثي الأمامي أحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف، اللي هو الحمد لله محمد، لأن أنا كان عندي قناعات بمحمد شريف دايما أقول إن هو المهاجم رقم واحد في النادي الأهلي. فمحمد شريف تحركاته مميزه جدا واستثماره للفرص. انت شايف ان شريف لابد ان يكون الاساسي، المهاجم لازم الاساسي لازم يا كابتن هو المهاجم الاساسي في النادي الاهلي. حتى لو جاله فتره حصل له دروب مثلا في مستواه طبيعي يا كابتن في كل اللعيبه، انها ممكن تبقى مستواها يجي عليها فتره من الفترات تقل. في الفتره دي لازم برضو اقف جنبه وادعمه، لان التحركات بتاعته حتى لو ما احرزش اهداف بيخلق من المساحات والحريه للاعيبه كلها اللي جايه. عنده ثقه ان المدرب واثق فيه وباللعيبه بالظبط، والثقه دي مهمه يا كابتن جدا جدا بين المدير الفني وبين اللاعب. فالثلاثي الامامي احمد بدر وحسين ومحمد شريف قاموا بقدرهم على اكمل وجه. فدايما النادي الاهلي بيشتغل جبهات. يعني مثلا لما يبقى عندك علي معلول مع احمد عبد القادر بيكونوا جبهه كويسه جدا، والاثنين بيشتغلوا كويس قوي. احمد دايما بيستلم ويخش للعمق عشان يفضي لعلي معلول، وعلي دايما بيتحرك فيها كويس وحافظ واجبات المركز، وبيشتغل دايما على الكور العرضيه، ودايما لما بيلعب الكوره كمان بيلعبها باتقان كتير جدا جدا للاعبين. يعني دايما علي ما بيعملش الكروس عشوائي، لا بيعمله رايح فين لفلان. فعلي من اللعيبه اللي بتقوم بادوارها كويس. محمد هاني يا كابتن وحسين الشحات يمكن خلينا نقف على الجبهات. يعني حضرتك اتكلمت دلوقتي على علي معلول واحمد عبد القادر، تمام، ثم محمد هاني وحسين الشحات. اتكلم براحتك على محمد وحسين الشحات، لكنه قصه الجبهات كانت مفتقده في النادي الاهلي من فتره طويله يا كابتن عبد الحميد. هل الراجل غير طريقه اللعب عشان يلعب بالطريقه دي بالاسلوب ده، بقى عنده جبهه يمين وجبهه شمال؟ ويمكن ده كان اهم ما يميز منتخب مصر ايام كابتن الجوهري على رحمه الله. عندك جبهه يمين قويه جدا وعندك جبهه شمال قويه جدا، ده مهم جدا يا كابتن. في الفرق حتى ايام مانويل جوزيف بالظبط، الفرق الكبيره يا كابتن لازم اشتغل ك ك ك ك كتيم جماعي. كل جبهه عندها مهام دفاعيه ومهام هجوميه كبيره جدا. ولما الكره بتتواجد في الجبهه بتاعتها
بيلزموا تحرك من باقي اللاعبين بدون كره، بحيث انه يبقى للاعب اللي معاه الكوره اختيارات كتير جدا. يعني لما بيوصل علي معلول للجبهه هنا ويخش احمد ويفضله المساحه، فبتلاقي جوه كابتن محمد شريف، وتلاقي احمد عبد القادر، وتلاقي حسين الشحات، وبيطلع له كمان حمدي فتحي والسوليه او الاليو ديانج، فبتلاقي عندي او افشل، فبتلاقي شراسه هجوميه للنادي الاهلي في الوقت ده، ويقدر عنده استغلال الفرص افضل. اما النادي الاهلي لما ما كانش بيشتغل عن طريق الجبهات، وكان اللعيبه ما بتقومش بادوارها الهجوميه كما يجب ان يكون، فبتلاقي عدد المهاجمين في النادي الاهلي قليلين، والفرص اللي بتتاح للنادي الاهلي قليله. انما لما بيبقى عندي جبهات بتتحرك وبتشتغل ومعاهم لعيبه كويسه جدا في وسط الملعب بتكمل ورا المهاجمين، فبتخلق عندي حلول كتير جدا للنادي الاهلي، يقدر من خلالها انه يوصل بفرص كتيره جدا. يمكن هو قدم 3 اهداف في مباراه اوكلاند، انما ضيع اهداف كتير جدا، كان النادي الاهلي قادر انه يفوز بنتيجه اكبر من كده. مظبوط. فطول ما النادي الاهلي هيشتغل بالجبهات وبالتكمله للاثنين لعيبه اللي هم بيلعبوا تمانيتين في النادي الاهلي، عمرو السوليه وحمدي فتحي، بيبقى عنده شراسه، راس حرب هداف زي محمد شريف. طب كنت انت اتكلمت كتير على علي معلول واحمد عبد القادر، كنت هتتكلم على الشحات ومحمد هاني وانا قطعتك. حسين الشحات يا كابتن عمل المباراه اللي عملها مع اوكلاند مباراه نموذجيه. اتمنى انه يحافظ على مستواه ده ويشتغل. حسين لما بيخش، لما بيطلع على الطرف يا كابتن ويشتغل هو كهاف، بيقفل على محمد هاني، ومحمد هاني مفاتيح لعب زيه زي علي معلول. لما بيتواجد في المنطقه الاماميه بيعمل خطوره للنادي الاهلي. صحيح. فبالتالي دايما حسين لما بيخش لجوه بيدي افضليه للهاني عشان يشتغل، في نفس الوقت انه بيشتغل بيكون عدد موجود جوه ال 18. يعني بيبقى عندي عدد زي احمد عبد القادر من الجبهه اليسرى، محمد شريف مهاجم، وحسين الشحات مع الاثنين، فبيبقى عندي خماسي. حسين الشحات او محمد هاني، وبيدخل حسين في القلب زي ما دخل وجاب الجول الاولاني. بالظبط كده. فبيبقى عندي لا مركزيه في الاداء، في نفس الوقت عندي شراسه على المرمى، وبدي فرصه لهاني، لان هاني وعلي من اهم مفاتيح اللعب للنادي الاهلي. هاني وعلي معلول طبعا. محمد هاني وعلي معلول طبعا. الباك اليمين والباك الشمال للنادي الاهلي لما بيشتغلوا وكابتن ويكونوا في قمه حيويتهم وتركيزهم وادائهم، بيبقى للنادي الاهلي فرص كتير. انا اتوقف شويه عند محمد هاني، لانه الولد كان تعرض لحمله شرسه وهجوم عنيف جدا جدا، والله ما كان يستحمله حد كبير. يعني رايك انه هاني تخطى كل هذه الحملات وقدر يرجع بالشكل ده، وبقى النهارده جماهير النادي الاهلي مطمنه جدا، لانه كمان تعرف كان اكرم توفيق كان في حاله جيده، نتمنى له السلامه ان شاء الله. اكرم توفيق بدا العلاج الطبيعي في سباير في قطر. شايف هاني عودته اضافته قوته للنادي الاهلي بقت عامله ازاي؟ والله يا كابتن محمد هاني، والكلام نفسه ينطبق على حسين الشحات الحقيقه. يعني للامانه يا كابتن محمد هاني خلال الفتره الاخيره هو من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي. صحيح. وبيقوم بمجهود كبير. انت ما تستهونش يا كابتن احمد وانت استاذنا في الموضوع ده، بال 100 متر رايح جاي. نهار ابيض، انت بتتكلم في 100 متر، والراجل ما بيعملهمش مره ولا اثنين ولا 30 مره، ده بيعملهم 50-60 مره. في المباراه، فمجهود كبير جدا. لا، ومطالب انه يقوم بادوار هجوميه، وفي نفس الوقت ما يبقى في الحته الدفاعيه قافل جبهته كويس جدا جدا. فمحمد في الفتره الاخيره للامانه بيقدم مردود فني عالي جدا. بص يا كابتن، لما يبقى خالد عبد الفتاح واحد من اهم الباكات رايت موجودين. خالد عبد الفتاح طبعا، خالد كابتن انا اشتغلت معاه في سموحه. واحد من اهم اللعيبه في مصر في الباك اليمين. لما يبقى قاعد وهاني بيلعب، يبقى بيقول لك ان هاني في افضل حالاته. هاني بيقدم مردود فني كويس جدا جدا جدا، علشان كده لازم نديله حقه في الوقت ده. زي ما الناس جت عليه كتير جدا في مباريات. وهو ما كانش له يعني، ده صحيح، كان فيه في الوقت ده هبوط عام. طيب حضرتك فتحت ملف مهم جدا، هو الانتقالات، وبالتالي خالد عبد الفتاح، والكابتن باسوني كان مدربه في نادي سموحه. هنعرف اهم مميزات خالد عبد الفتاح، رايه في سوق الانتقالات بصفه عامه والنادي الاهلي بصفه خاصه، لان هو اللي بيمثلنا في كاس العالم للانديه، لكن بعد الفاصل. مع إغلاق باب القيد في الميركاتو الشتوي في 12 مساء الثلاثاء الماضي، تعاقدت بعض أندية الدوري الممتاز
مع عدد من اللاعبين الذين ينشطون في أندية القسم الثاني في محاولة منها لاستنساخ تجارب سابقة تألقت وخطفت الأضواء بعد أن حصلت على فرصة لإثبات جدارتها في دور الأضواء والشهرة. النادي المصري كان الأكثر استفادة من هذه الصفقات بتعاقده مع محمد الفيومي لاعب وسط ديكرنس وثنائي نادي الفيوم السعيد كمال ومازن عزام، بالإضافة لحسام جريشة وأحمد عماد من بروكسي، كما ضم فيوتشر محمد علاء من بورتو السويس، وحصل غزل المحلة على خدمات مصطفى أسامة من سبورتينج كاسل وإسلام إبراهيم من كوم حمادة وأحمد رضا من وادي دجلة، فيما تعاقد سيراميكا كليوباترا مع إسلام ريشة حارس ديروط، وضم طلائع الجيش السيد أبو أمنة من بلدية المحلة، وحصل المقاولون على خدمات الحبيب أحمد حسن من زد. تألق أبناء المظالم في الأندية الكبرى منذ عدة عقود بات شاهدا على إمكانية تكرار هذا مستقبلا، حيث بدأت هذه الظاهرة منذ الثمانينيات بتألق رضا عبد العال مع الزمالك بعد أن جاء من النيل للأدوية، وتواصلت في التسعينيات عبر ثلاثي الشرقية للدخان أحمد عبد المنعم كوشري الذي تألق في الأهلي، وعبد الحليم علي وطارق مصطفى بعد انتقالهما للزمالك، والذي اكتشف أيضا موهبة عبد الحميد بسيوني وضمه من صفوف كفر الشيخ. في التسعينيات أيضا كانت نواة الجيل الذهبي للإسماعيلي الذي توج بالدوري موسم 90-91 ممثلة في المدفعجي حمزة الجمل القادم من غزل شبين، وأدهم السلحدار من النيل للأدوية، وأيمن رجب من السكة الحديد، وعصام عبد العال من كفر صقر، وبشير عبد الصمد من طوخ. أما في الألفية الجديدة فقد ظهرت العديد من الأسماء التي أثبتت جدارتها باللعب في الدوري الممتاز، وعلى رأسها حسام باولو الذي خاض رحلة كفاح طويلة مع عدد من أندية الدرجة الأولى والثانية آخرها الشمس، ثم تألق في الدوري الممتاز وتربع في صدارة هداف الدوري مرتين متتاليتين مع الداخلية ثم سموحة. طبعا ظاهرة الانتقالات ومن الأندية الصغيرة للأندية الكبيرة بعد كده بيصبحوا نجوم، وخير مثال قدامنا اللي منورنا كابتن بسوني. لكن خليني أسألك عن خالد عبد الفتاح، كنت تكلم عنه أنه لعيب مهم جدا وأنه لعيب سيفيد النادي الأهلي من خلال تدريبك لفترة طويلة. صدقني يا كابتن لو قلت لك أن ده من أهم الصفقات اللي عملها النادي الأهلي خالد عبد الفتاح. يا كابتن نعم. خالد لعيب من اللعيبة، هتكلم على الموهبة بس هكلمك على انه هو من الاكثر اللعيبة اخلاقيا واحتراما. نعم. ما بيغيبش تدريب يا كابتن، ملتزم بكل اللي اتعمل، ما تسمع له الصوت. أي. في اي مكان بتلعبه في الملعب بيوجيه، تلعبه سيردي باك بيوجيه، تلعبه هو اصلا بيلعب باك رايت. بيقوم بادواره كما يجب ان تكون. نعم. وحد كده يا كابتن تصرفاته كلها سليمة، قراراته كلها سليمة. حتى الماتشات اللي كنا حتى بنخسر فيها مثلا. أيوه. وما يكونش له أي دور في الخسارة ولا في أي شيء، يقول ما تزعلش يا كابتن إحنا اللي نتحمل كلعيبة، وإحنا إن شاء الله الماتش اللي جاي فروحه حلوة، نوعية تحب إنها تبقى موجودة، ولعيب كمان من اللعيبة الإمكانات الفنية حلوة. نعم. وبيجيد هو أصلا بيجيد في الباك رايت، ولو لعب يا كابتن ده مركزه الاساسي. ما حدش هيلعب عليه. نعم. ثانيا هو بيلعب كده هاني في احسن حالاته، عشان كده هاني اللي جاي طبعا. بالظبط. نعم. فهاني من الصفقات المهمه طبعا. جدا خالد. اللي عملها النادي الاهلي. طيب مروان عطيه شايفه مكسب للنادي الاهلي؟ طبعا يا كابتن، لان نعم. برضو الثلاثي اللي في الوسط انت بتبقى محتاج دايما بتلعب بثلاثه، الثلاثه بيدوك حريه كتيره جدا ان انت بتامن في الحته الدفاع كويس، وفي نفس الوقت بيكملوا ادوارهم الهجوميه كويس، فانت محتاج وسط ملعب، لان دايما اللي بيمسك وسط الملعب هو بيتحكم في رتم المباراه. فمروان من اللعيبه اللي عندها الامكانيات الفنيه العاليه اللي هيجيد في اي غيابات للنادي. طب خلينا في ملف النادي الاهلي، شايف سريعا مباراه سياتل عامله ازاي؟ المطلوب من النادي الاهلي عشان يفوز وان شاء الله يلاقي ريال مدريد. ريال مدريد النهارده فاز على فالنسيا 2-0،
ميليتاو وبنزيما الاثنين خرجوا مصابين. المطلوب من النادي الاهلي يا كابتن هو اللي طلب منه في مباراه الاوكلاند ان ازاي احافظ على الدفاع كويس جدا بتنظيمه، وان كل اللعيبه بتبقى موجوده تحت الكوره في التنظيم، وده عملها النادي الاهلي كويس جدا، بدليل يا كابتن ان اوكلاند ما راحش باي فرص خطيره على النادي الاهلي. صحيح. فنفس الوقت طول ما انت محافظ على تنظيمك الدفاعي، طول ما انا بشتغل في الحته الهجوميه كجبهات وفي لا مركزيه في الاداء مع وجود التكمله الكبيره العاليه اللي بيقوم بها علي معلول او محمد هاني في التكمله اللي بيعملها حمدي فتحي والسوليه، فبالتالي هيبقى للاهلي افضليه وان شاء الله يتاهل ويقابل ريال مدريد. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل مع اللي منورنا كابتن عبد الحميد دسوقي. كابتن عبد الحميد بسيوني، عايز اسالك عن بعد فوزك بكاس السوبر مع طلائع الجيش، ودي اهم بطوله يعني واغلى بطوله والبطوله الوحيده اللي دخلت دولاب نادي طلائع الجيش، حسيت ان الدنيا كانت هتتزهزه اكتر من كده شويه، واللي حصل بعد كده ضايقك عكسك، ولا ان انت تروح المحله وبعدين تروح سموحه ده كان مكافاه الفوز على او الفوز ببطوله السوبر، خاصه انها جت من نادي عظيم زي النادي الاهلي؟ اولا كابتن، يمكن زي ما حضرتك دايما بتقول ان تجربه طلائع الجيش هي من افضل التجارب طبعًا اللي الواحد اشتغل فيها، اللي حققتي فيها، عشان انا بقول الارقام اللي بتقول حققتي فيها موسمين ولا اروع نتائج. يكفي يا كابتن ان انا لعبت زي ما انا بقول لحضرتك عدد مباريات كتير جدا. انت عندك 158 مباراه كمدرب في الدوري الممتاز مش كده؟ نعم. يمكن وصلت لقبل النهائي مرتين. نعم. وحققت المركز الثامن مع طلائع الجيش. وخد بال حضرتك المركز الثامن انت جايبه من المركز الاخير بنقطة واحدة. نعم. وقبل منه كان ب 14 نقطة برضه قعدته في المركز التاسع وعملت معاه وخرجت المقص ثم بيراميدز وصلنا لقبل النهائي، فحققت مع نادي طلائع الجيش نتائج والافضل، كوننا فرقة مع العميد احمد المهدي ومع ادارة الجيش في الوقت ده فرقة كويسة جدا جدا تقدر تقعد لسنوات. يمكن عايز اقول ان فرقة الطلائع برضه حاليا الفرقة اللي موجودة مع الكابتن محمد من الفرق المميزة جدا اللي عنده عدد لعيبة كويس جدا. فكانت تجربتي معاه يا كابتن تجربة ولا اروع. كاس السوبر ده تتويج لتعبي خلال السنتين يا كابتن مع طلائع الجيش. ويمكن السوبر ده لما يجي يا كابتن من النادي الاهلي ده حاجه بالنسبه لي كانت كبيره جدا، اسعدتني لان بطوله اول مره تخش طلائع الجيش. اول بطوله في تاريخي كمدير فني، انما انا حققت قبل كده وانا مساعد بطولتين، انما دايما وانت مدير فني وانت المسؤول الاول بتبقى لها طعم وحلاوه كبيره جدا. وانت مساعد في حرس الحدود. وانا مساعد في حرس الحدود. خدت السوبر وخدت كاس مصر. انما وانا مدير فني مع طلائع الجيش كانت اغلى بطوله في تاريخي واحسن بطوله. ما بعد السوبر بقى عبد الحميد بسوني اخد حقه؟ لا ما خدش حقه. ما خدش حقه لا. ايه الاسباب؟ وده يخليني اسالك على الكعب الداير في عمليه تنقلات المدربين، لانه يعني الاعداد يا كابتن صعبه اخرها النهارده كابتن طلعت يوسف من انفي. انا بزعل يا كابتن ان انت من ادارات الانديه، انت لما تجيب المدرب شوف انت المدرب محتاج منه ايه، ايه المطلوب من المدرب، واقعد معاه واتفق معاه على الـ 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 الخريطه اللي انتوا هتتفقوا عليها، وبعد كده الاداره تثق في المدرب اللي جابته وتديله الفرصه كامله، لان انت ممكن توصل لاهدافك يا كابتن احمد رغم اخفاقك في بعض الجولات. ده صحيح. يعني انا مثلا لما باجي مثلا اقعد مع اداره النادي انا محتاج ايه من الموسم ده؟ طيب انا محتاج 1 2 3. طيب ما هو ممكن الواحد والاثنين والثلاثه دول يتحققوا رغم ممكن تكون البدايه غير جيده، ممكن تيجي في الوسط يبقى في تعثرات. صحيح. يبقى انما لما هاجي اختم الموسم انا حققت الاهداف ولا لا؟ ده صحيح. طيب اذا انت لقيت نفسك بعد 7 8 جولات او 10 جولات مش ماشي في الاتجاه السليم غير. انما لازم تدعم المدرب. في مدربين اتغيرت بعد مباراتين وبعد 3 وبعد 4، ودي حاجه مش كويسه. ليه؟ لان المدير الفني اللي جه جاب لعيبه وظبط الفرقه على تكتيك وشغل معين، اللعيبه المدير الفني اللي بيجي بعد منه ما بيقتنعش باختيارات المدير الفني السابق، وبيقعد يطلع في الاختيارات المدير علشان يقول للاداره اللي هو ان انا جاي اللي دول مش عاجبني، اللعيبه دي مش مظبوطه، لا ده هم مش حافظ، بيقعد بقى كل واحد عايز يحسس ان انا احسن مدرب في العالم. فبالتالي ما بيقنعوش الاختيارات المدير الفني، فبيحصل لخبطه ويحصل كل
الانديه اللي بتغير 3 4 مدربين في الموسم. نعم. طب كان على اي اساس الاختيار؟ عشان كده يا كابتن بقول لك كل نادي انت عايز ايه من الموسم. طب انت جبت المدير الفني ده انت مقتنع ولا انت جبته عشان حاجه معينه؟ أيوة. فده حاجات تساؤلات كتير جدا يديك أيوة. العشوائيه إذن اللي بتحمل الادارات دايما هذه الاخطاء. طبعا طبعا. طيب قبل ما اروح لفاصل بس يا جماعه في ثانيه، موضوع نظام القيد عشان يبقى مفهوم عند الناس، لانه البعض يقول لك حدث خطا من الاتحاد انه ساب القيد مفتوح عند نادي فلاني. القيد مفتوح عند كل الانديه من اول نادي في الدوري الممتاز لحد اخر نادي له حق القيد. انت بتدخل على السيستم، لكن الموافقه من عدم الموافقه بتكون من الاتحاد. فكل الانديه تدخل الاسماء او الصفقات على النظام اللي مفتوح عندها، لكنه اذا انطبقت الشروط يدوس موافقه او اكسبت زي ما بيقولوا، اذا ما حصلش ما يدوس. دي كلمه ونص بس. فصل ونرجع. تعالى بقى كابتن عبد الحميد اخدك لواحد من ثلاثة. جاهز؟ جاهز يا كابتن. افضل ثلاث مهاجمين في الدوري حاليا. بص يا كابتن، يلا. عندك محمد شريف. محمد شريف. مروان حمدي. مروان حمدي. عند حضرتك سيف الجزيري. سيف الجزيري. طيب لو سألتك بقى العكس، عكس المهاجمين المدافعين، بس افضل ثلاث مدافعين عبد الحميد بسوني واجههم في حياته. يعني عارف يا كابتن يمكن هي صعبه شويه، بس انا هقول لحضرتك عند حضرتك يعني الله يشفيه ويرجعه بالسلامه الونش يا كابتن، من طبعا سر الدباكات الكويسه طبعاً. جدا جدا. خبر حلو انه خلال ثلاث اسابيع هيكون في الملعب ان شاء الله. يا ريت بصراحه. لا يعني لا انا بقول لك خبر حلو يعني. اللعيبه الكويسه عند حضرتك من النادي الاهلي ياسر ابراهيم. انت بتتكلم على الموجودين حاليا. اوكي ماشي ابراهيم. انت كنت عايز ماشي خلاص خدناها كمدرب. ماشي بتكلم يا كابتن لا كنت كلاعب، لكن ماشي اوكي. لا ده انا معلش ياسر ابراهيم ماشي. الونش ياسر ابراهيم في الدوري حاليا. يبقى دول افضل ثلاث مدافعين في الدوري. وبيعجبني كمان يا كابتن محمد فتح الله، عشان انا دربته وسد بكني في الدباكات الكويسه جدا. محمد راح طلع الجيش. طب افضل ثلاث مدافعين انت واجهتهم. انا واجهتهم يا كابتن وانا لاعب بقى. نعم. فيه وائل جمعه كابتن من السردباكات الكويسه قوي. عايز اقول ان كان في سردباك في المحله اشرف كابونجا، كان سردباك من السردباكات يا كابتن. نعم. اللي هو ايه رجل. خدت بالك خدت بالك يا كابتن. وعند حضرتك كمان من نادي الاسماعيلي كان في الوقت ده كان عندهم يمكن الذاكره كابتن. لا ما كانش حمزه. كان عندهم سردباك من سردباك كان برضو من السردباكات اللي لعبت الكوره اللي هي ايه كان حريه عماد النحاس. عماد النحاس طبعا. ايوه طبعا عماد النحاس. طيب ثلاث مدربين عبد الحميد بسوني شايفهم مثل اعلى بالنسبه له. هو يمكن عايز اقول ان كابتن حلمي طولان واحد من المدربين اللي انا اتعلمت منه كتير جدا جدا. جميل. كابتن محمود الجوهري. كابتن حسن شحات. محمود الجوهري حسن شحات. طيب تعالى بقى جاهز لأقر وأعترف. ماشي كابتن. أقر وأعترف مع كابتن عبد الحميد بسوني. طيب كابتن عبد الحميد بسوني تقر وتعترف إنك غلطت لما تركت تدريب غزل المحلة من اجل قياده سموحه الموسم الماضي. انا ما تركتوش يا كابتن، هوضح النقطه دي. نعم. انا ما تركتوش عشان سموحه. ايوه. لان في الوقت اللي انا تركت الفلوس كان كتير. طب يا كابتن انت على يدك. الفرق 50,000 جنيه. نعم. هيبقى ال 50,000 جنيه مبلغ برضه قدره حلوين يعني. كابتن 50,000 جنيه دلوقتي يا كابتن، وهقول لحضرتك يا كابتن. نعم. ولا مالي الدنيا سايبني غزل المحل عشان اروح سموحه او غير سموحه. بس انت سبت. سبت يا كابتن عشان كرامتي. الموقف عشان الناس تبقى عارفه، انا عشان كرامتي انا رقبتي قصادها وكل ما املك قصاد كرامتي. اللي تقل مني يا كابتن محدش يقدر يقل مني ابدا، لان انا بحترم الناس كلها. اذا لم تخطئ. لم تخطئ. طيب لم تخطئ. تقر وتعترف انك كنت قريب من اللعب للنادي الاهلي قبل ان تنضم للانديه الكبرى وبعد ان تألقت في الملاعب ايضا؟ حصل. حصل. ما تحكي شويه. يمكن وانا طالب في الجامعه. نعم. كنت رحت النادي الاهلي اتمرنت هناك وانا طالب، كنت بدرس في الجامعه
وقعدت فترة حضرتك كنت موجود فيها طبعا. وقابلتني فيها نعم. واحتويتني فيها لما كنت موجود يا كابتن هناك ولأن أنت طبعا كنت بالنسبة لي الأخ الكبير رجالنا وأخونا وحبيبنا طبعا. في البداية خالص كنت في الوقت ده كنت صغير، كنت أو في سنة أولى في الجامعة وموفقتش أن أنا أروح. بعد ما تألقت في نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي والأندية الكبرى ولعبت بطولة الأمم الأفريقية كان ما فقتش ساعتها مستر. كان المبلغ المالي ساعتها ما كانش محترف أظن كان ساعتها كان نادي كفر الشيخ لا كان نادي كفر الشيخ رفض يديني لسه نعم لأنه كان نفسه في الوقت ده نوصل على الدوري الممتاز نعم ومستر مانويل جوزيه طلبني وشخصيا وحصل مفاوضات في الوقت ده. قعدت مع مانويل جوزيه؟ لا ما قعدتش معاه، إنما هم قعدوا مع إدارة النادي عندي في حرس الحدود والإدارة قبل ما تنتقل للزمالك؟ لا بعد فترة الزمالك والإسماعيلي والحرس وأنا في الحرس وأنا في كبر كان عندي 34 سنة وطلبك مانويل جوزيه وطلبني وكل ما يشوفني في أي مكان يقول لي أنت أعظم من شفته في حياتي في رأس الحربة يا سلام وكنت أتمنى وجودك معاك والله والله لكن والكلام ده قاله لي كمان وأنا ماسك مدرب عام في نادي الزمالك وكان موجود الكابتن أيمن طاهر وحازم إمام كابتن النادي اللي بطل اللي مش حازم إمام الكبير حازم إمام الكبير ده في زيه في جماله وأخلاقه واحترامه وقيمته في وسط في الوسط الرياضي كله ما في حد لا يحترم ولا يقدر حازم امام ابن الكابتن حماده امام ابن الدكتوره ماجي الحلواني جده يحيى امام حارس مرمى مصر او زي ما انا قلت في التعليق في بطوله الامم الافريقيه بوركينا فاسو 98 حازم محمد يحيى الحريه امام دائما وابدا يا حازم في قلوب الجميع الاهلاويه والزملكاويه وكل الناس تحبك وتحترمك لأنك محترم وانت بني آدم متربي وابن ناس وعلى العين والراس يا عم حسن. طيب تقر تعترف أن حلمك الأكبر بتولي تدريب نادي الزمالك بيصطدم بعقبات ليس من بينها الكفاءة الفنية؟ هو أنا حلمي أن أنا أدرب نادي الزمالك ومنتخب الوطن والمنتخب الوطني بس لسه ما عنش الأوقات يعني ما جاش وقته بالزمالك إن أنا عرض بتمنى يعني. هل عرض عليك الزمالك من قبل منصب المدرب العام؟ لا يا كابتن ما حصلش. لا لو كانوا قالوا لك في الفترة اللي احنا فيها دي ما تيجي تمسك مدرب عام مع فريرة. بص يا كابتن انا هقول حاجة، انا نادي الزمالك بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا بعشقه وبعشق جماهيره وبعشق كل ما ينتمي لنادي الزمالك لان انا زملكاوي وبحب نادي الزمالك. انما يا كابتن انا طب ليه ما تجيبنيش مدير فني وانا اعمل لك صحيح. اي شغل زي يعني زي احسن من اي مدير فني اجنبي. يعني انت خلاص بقيت مدير فني ومش هتنزل عمل بتمنى بتمنى ان يفكر فيا يفكر فيا مدير فني. انا كنت احب اسمع الاجابه دي منك، نورتني وشرفتني يا كابتن عبد الحميد. شكرا يا كابتن احمد وبسعد دايما بوجودي مع حضرتك وبتمنى لك دايما كل التوفيق يا كابتن. ربنا يخليك يا رب. اشكرك مره ثانيه، كل الشكر ليكوا اعزائي المشاهدين والمتابعين كده. تمام سلام.